السلام عليكم. كنعاني، الصين باتت الشريك التجاري الأول لإيران، وزيارة رئيسي لبكين ستعزز العلاقات أكثر. إن لم تكن مشتركا فالقلم في الشارك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الصين باتت الشريك التجاري الأول لإيران رغم العقوبات المجحفة على إيران. وأضاف كنعاني في تصريحات له يوم الاثنين: رغم العقوبات الظالمة، نتيجة التعاون بين البلدين كانت إيجابية وبدأت تفيدنا. صادرات الصين خلال عام بلغت 14 مليار دولار، وتم استيراد 13 مليار دولار من البضائع من الصين، والعلاقات التجارية والاقتصادية بيننا شهدت نموا ب 43%، وباتت الصين الشريك التجاري الأول لإيران. وتابع: تم توقيع 7 اتفاقيات اقتصادية خلال العام الماضي بين البلدين، وزيارة رئيس الجمهورية تساهم في تعزيز العلاقة بين البلدين بمختلف المجالات. وأشار كنعاني إلى أن زيارة الرئيس الجمهورية إلى الصين تأتي بدعوة من نظيره الصيني، وتدل على أجواء سياسية جيدة بين البلدين، وتعبر عن إرادة قادة البلدين لتعزيز العلاقات على أساس المصلحة المشتركة. وأوضح أن هذه الزيارة تهيئ لأرضية لتعزيز العلاقة بين طهران وبكين، لا سيما في المجال الاقتصادي، وهناك خطة شاملة للتعاون المشترك بين البلدين وطويل الأمد. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن الزيارة بإمكانها أن توفر الأرضية لتنفيذ هذه الخطة التي تمثل خارطة الطرق للتعاون بين البلدين، وهناك وثائق واتفاقيات سوف يتم توقيعها في هذه الإطار خلال هذه الزيارة. هذا ومن المقرر أن يصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الصين غدا الثلاثاء في مستهل زيارة تستغرق 3 أيام بدعوة من نظيره الصيني. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بجديد، وشكرا.